السلام عليكم، معكم أنمار محمد محاسني. ألتقيكم اليوم في حلقة خاصة واستثنائية من رحاب منزلنا الكبير في مدينة جرش، منزل الأستاذ الدكتور محمد حسين محاسني عليه رحمة الله. في هذه الحلقة رح نستعرض بعض من مؤلفات الوالد عليه رحمة الله. طبعا رح نستعرض بعضها مو كلها، لأنه أنا شخصيا لا أعلم كم عنده مؤلف بالتحديد، 25 26 مؤلف ربما أكثر، لكن إحنا في هذه الحلقة رح نستعرض النسخ المتبقية من مؤلفات الوالد المتواجدة في هذا المنزل. وفي بعض المؤلفات إلها أكثر من 30 سنة وما قدرنا نحصل منها نسخ، لكن إحنا في هاي الحلقة رح نستعرض المؤلفات أو النسخ اللي قدرنا نحصل عليها من مؤلفاته. إحنا بداية رح نبلش من هاي الواجهة ونستعرض الكتب اللي هون، وأول كتاب رح نستعرضه جزء هو الأقدم في هذه الكتب اللي هو بعنوان النظم الإسلامية، تأليف محمد حسين محاسنة. طبعا هذا الكتاب نشر في عام 1991، يعني له تقريبا 30 سنة، وبجوز مبين من جلدته كم هو قديم يعني، وبجوز هو يعني أصغر كتاب ألفه الوالد، يعني يقع في 171 صفحة تقريبا. ومثل ما احنا شايفين الإهداء إلى زوجتي الغالية انتصار، إلى ولدي الحبيب أنمار. طبعا هذا الكتاب بتكلم بشكل عام عن النظم الإسلامية، يعني منها النظم التشريعية، ويعني الخلافة في الدولة الإسلامية والوزارة، والنظم الدفاعية والحربية إلى آخره، يعني النظم الاجتماعية والحضارية. يعني هو كتاب مبسط في النظم الإسلامية، يعني نشر عام 1991 ويقع في 171 صفحة، يعني كتاب مختصر. الكتاب الثاني، طبعا الترتيب ليس ضرورة أنه نبدأ بالكتب حسب التاريخ الزمني أو التسلسل الزمني. مثلا هذا الكتاب شبيه للكتاب الأول لكن بشكل أوسع، تاريخ الحضارة والنظم الإسلامية، طبعا الطبعة الأولى عام 2001، يعني بعد تقريبا 10 سنوات من الكتاب الأول. وهذا الكتاب بتكلم بشكل مفصل أكثر عن الكتاب الأول، ويقع في تقريبا 350 صفحة، والإهداء كان إلى من تربع حبه في القلب أبديا، إلى الأخ الذي لا يعدله أخ في الوجود، إلى الروح التي تعيش معي أينما كنت، إلى أخي إسماعيل الحبيب دكتور محمد محاسنة. طبعا الكتاب الثالث عنا اللي هو بعنوان صفحات من تاريخ آل البيت، الطبعة الأولى كانت له عام 1998، وهذا الكتاب يقع في تقريبا 230-240 صفحة. طبعا من عنوان الكتاب واضح أنه بيحكي عن سيرة الهاشميين، سيرة آل البيت، ابتداء من قصي بن كلاب وانتهاء بالملك الحسين بن طلال عليه رحمة الله. والجدير بالذكر أنه هذا الكتاب نشر قبل وفاة الملك الحسين بن طلال عليه رحمة الله. طبعا الإهداء إلى شريف بني هاشم، إلى عميد آل البيت، إلى جلالة الملك الحسين بن طلال المعظم، محبة ووفاء أهدي هذا العمل دكتور محمد محاسن. الكتاب الرابع بعنوان تاريخ مدينة دمشق خلال الحكم الفاطمي، طبعا بالتحديد الحكم الفاطمي لأنه والدي عليه رحمة الله كان متخصص بالفترة الفاطمية بالتحديد، يعني هو كان تخصصه في التاريخ الإسلامي خاصة الفترة الفاطمية بالتحديد، يعني هو في عمق تخصصه كانت الفترة الفاطمية. طبعا هذا الكتاب يحكي عن تاريخ مدينة دمشق خلال الحكم الفاطمي، يعني مثل ما هو واضح من العنوان، ويقع هذا الكتاب في حوالي يعني 380 صفحة.
طبعا هذا الكتاب الطبعة الأولى كانت له في عام 2001، يعني عام 2001 منلاحظ احنا هنا صدر له كتابين، الكتاب الأول اللي هو تاريخ الحضارة والنظم الإسلامية، والكتاب الثاني اللي هو تاريخ مدينة دمشق. بنستكمل معكم مؤلفات الوالد الأستاذ الدكتور محمد حسين محاسنة عليه رحمة الله، ونوصل للكتاب رقم 5 بعنوان دراسات في التاريخ الأوروبي الحديث، تأليف محمد حسين محاسنة عام 1992. أيضا هذا من الكتب القديمة جدا، من أوائل الكتب اللي ألفها، يعني قبل تقريبا 29 سنة، وأيضا كان يعني لسه ما حصل على شهادة الدكتوراه. طبعا هو حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الأردنية. طبعا هذا الكتاب يعني واضح أنه بيحكي عن التاريخ الأوروبي الحديث، ويقع هذا الكتاب في 132 صفحة. وهذا الكتاب واضح أنه يعني مش واضع له إهداء. يعني الكتاب رقم 6 بعنوان بناء الدولة العربية الإسلامية، النظم والحضارة، أي للمرة الثالثة، ويركز على يعني النظم الإسلامية والحضارة الإسلامية. طبعا هذا الكتاب نشر عام 1999، الطبعة الأولى صدرت منه عام 1999، إهداء إلى من وهبتهم حياتي فهم ماء الحياة، إلى أبناء الثلاثة وابنتي أنمار، مناف، أرقم وملاك. طبعا هذولا إخوتي، واضح أنه الأسماء كلها يعني أسماء تاريخية، ابتداء من أنمار، مناف، أرقم، ربما ملاك هو أبسط اسم، يعني هو الاسم المتداول. طبعا هذا الكتاب يقع في 320 صفحة أيضا. بعدها كتاب تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، يعني هو هون دخل في مرحلة العلوم، يعني انتقل من النظم والحضارة وال يعني بناء الدولة، وبدأ يدخل في يعني عمق الدولة الإسلامية، وخاصة تأثير العلوم أو تاريخ العلوم في الدولة الإسلامية. طبعا هذا الكتاب صدرت النسخة الأولى عام 2003، الإهداء إلى العالم الكبير، إلى المؤرخ الفذ الذي تعلمت منه الكثير، إلى روح الأستاذ الدكتور مصطفى الحياري عليهم رحمة الله جميعا، والدي الغالي والأستاذ الدكتور مصطفى الحياري. طبعا هذا الكتاب يقع في 256 صفحة. طبعا منلاحظ ما شاء الله أنه يعني ما في سنة من السنوات إلا كان يصدر مؤلف من المؤلفات. يعني نصل إلى الكتاب اللي أنا تقريبا يعني ممكن وصلنا للكتاب رقم 7 أو 8، وهو بعنوان صفحات من تاريخ الأردن وحضارته، يعني بدأ الآن يدخل في التاريخ المحلي نوعا ما. طبعا هذا الكتاب الطبعة الأولى صدرت منه عام 2000، يعني قبل 21 سنة. طبعا مثل ما احنا بنلاحظ هون ان وقتها كان الملك الحسين بن طلال متوفى فعليه رحمة الله، وكان الملك عبد الله الثاني هو ملك الأردن في ذلك الوقت حفظه الله ورعاه. الإهداء إلى سليل الدوحة الزكية، إلى الشبل الهاشمي الفارس العربي الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين. طبعا هذا الكتاب يقع في تقريبا 340 صفحة. الكتاب
كتابي الأخير في هذه الواجهة بعنوان الحضارة الإسلامية مدخل معمق. هذا الكتاب صدرت النسخة الأولى منه عام 2005. يقع هذا الكتاب تقريبا في 320 صفحة، ويعني واضح أنه حتى هذا الكتاب يعني لم يضع عليه جدار. نرجع نستكمل معاكم مؤلفات الأستاذ الدكتور محمد حسين محاسنه عليه رحمة الله، والكتاب الجديد بعنوان مقامات الصحابة الأطهار في أرض مؤتة والمزار. طبعا هذا الكتاب نشر عام 2010. طبعا وقتها كان الوالد حاصل على الأستاذية في التاريخ الإسلامي. هذا الكتاب يقع في تقريبا 250 صفحة، والإهداء إلى رمز الوطن وتاجه الهاشمي، إلى من نستمد منه العزيمة والهمة، إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أبي الحسين الأستاذ الدكتور محمد حسين محاسنه. بعد ذلك عندنا كتاب بعنوان المدخل إلى تاريخ مدينة السلام اللي هي مدينة القدس. طبعا هذا الكتاب كان مشاركة ما بين الأستاذ الدكتور محمد محاسنه والدكتور فايز عتوم. طبعا هذا الكتاب من منشورات وزارة الثقافة الأردنية ونشر عام 2016، أي قبل 5 سنوات من الآن، ويقع في 220 صفحة، ومو موجود في إهداء هذا الكتاب. طبعا هون قدرنا إحنا نحصل لحد الآن على أقدم كتاب من مؤلفات الوالد، اللي هو أقدم من كتاب تاريخ الحضارة والنظم الإسلامية، اللي هو بعنوان دراسات في التاريخ الإسلامي، اللي تم نشره أول ما تم نشره عام 1990، أي قبل 31 سنة من الآن. طبعا هذا الكتاب كان مشاركة ما بين محمد حسين محاسنه اللي هو والدي، وعصام عبد العزيز رشيدات، وحمدان رشيد الجمال، وعلي حسن البرقاوي. وهذا الكتاب يقع في 160 صفحة، هو أصغر كتاب يعني، وكان هو البداية، وربما نلاقي كتاب لسه أقدم من هذا الكتاب، لكن إلى الآن هذا أقدم كتاب قدرنا نحصل عليه، اللي هو نشر عام 1990. بعد هيك عندنا كتاب أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين. هذا الكتاب طبعا طبع ونشر في دار الكتاب الجامعي في العين في دولة الإمارات الشقيقة، وسنة النشر كانت عام 2001. وهذا الكتاب يقع في تقريبا 300 صفحة، الإهداء إلى روح أخي رضوان الطاهرة وإلى أرواح شهداء الأمة الأبرار أهدي هذا العمل. طبعا بالصدفة وأنا بفتح في الكتاب وجدت هذه الورقة. طبعا هذه الورقة خط الأستاذ الدكتور محمد حسين محاسنه والدي عليه رحمة الله.
يعني هذه من ورقة بجوز يعني عمرها فوق 5 سنوات. نستكمل سلسلة الكتب والمؤلفات مع كتاب بعنوان فنون التاريخ العسكري، وربما هنا ندخل إلى الجانب العسكري والحربي في الدولة الإسلامية. فنون التاريخ العسكري في أرض الحشد والرباط، هذا الكتاب نشر عام 2005 ويقع تقريبا في 240 صفحة. الإهداء إلى القائد الرائد إلى ابن الحسين وأبي الحسين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، نهدي هذا العمل. طبعا الجدير بالذكر أن هذا الكتاب كان مشاركة ما بين والدي الدكتور محمد حسين محاسنة والدكتور حاتم الصرايرة، وقتها كان نائب في مجلس النواب الأردني. بعد هيك نأخذ كتاب بعنوان كفر خل تاريخ وحضارة. طبعا كفر خل هي قريتي الغالية، فهذا الكتاب نشر عام 1997 ويقع هذا الكتاب في 400 صفحة تقريبا. وهذا الكتاب يعني الذي يميزه أنه يعتبر من الكتب التراثية التي تؤسس للتراث الأردني المحلي، أو إنه التراث القرى بشكل خاص. طبعا الإهداء إلى صاحب الهمة العالية سمو الأمير الحسن بن طلال ولي العهد المعظم سليل الأسرة الهاشمية. كان في ذلك الوقت في عام 1997 سمو الأمير الحسن بن طلال هو ولي العهد للمملكة الأردنية الهاشمية. طبعا بعد هيك في عام 2015، اي بعد تقريبا 18 سنة من الكتاب الاول اللي هو كفر خل تاريخ وحضارة، عاد الاستاذ الدكتور محمد حسين محاسني وكتب كتاب مختارات من تاريخ لعفارات، وهو الجزء الثاني من كتاب كفر خل تاريخ وحضارة. هذا الكتاب يقع في 630 صفحة، وربما هو هذا الكتاب أضخم كتاب ألفه الوالد في تاريخه أو في حياته، ويعني 630 صفحة يعني مجلد كبير. طبعا الإهداء إلى كل الأحرار وكل الشرفاء، إلى كل المنتمين لهذا الوطن، إلى تراب هذا الوطن المعطاء، إلى كفر خل الحبيبة، إلى ترابها، إلى جبالها الشماء، إلى زيتونها، إلى أشجارها الخضراء، إلى أمي وأبي، وإلى كل أم وأب فيها، لأنهم جميعا أمهاتي وآباء الغوالي. أهدي هذا السفر من التاريخ، بالفعل هو سفر، يعني هذا كتاب قيم جدا. يعني نستكمل سلسلة الكتب مع كتاب تاريخ مدينة القدس. هذا الكتاب ألف الوالد بالتعاون مع الدكتور محمد سالم الطراوني والدكتور محمود رويضي والدكتور محمد نايف العمايرة، وصدر هذا الكتاب عام 2002، وهذا الكتاب يقع تقريبا في 290 صفحة. بعدها عاد الوالد يكتب عن مدينة القدس في كتاب جديد بعنوان حقيقة القدس. طبعا هذا الكتاب صدر عام 2004
طبعا تفرد في كتابته، هذا الكتاب كتبه لوحده، والإهداء كان إلى من زرتها طفلا فعشقتها، إلى روح الأمة ووجهها المشرق، إلى المكبلة بحديد الغاصبين، إلى من تشتاق ليوم النصر المبين، إلى زهرة المدائن حبيبتي القدس، مع تحية الصمود. يعني سبحان الله، حتى كتابة النثرية فيها أنفاس شعرية. يعني هذا الكتاب يقع في 310 صفحات. طبعا آخر كتاب أو آخر كتابين هم متصلات ببعض، بعنوان مدرسة السلط سيرة ومسيرة. طبعا هذا الكتاب يقع في جزئين، هذا الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني. وهذا الكتاب نشر عام 1997. طبعا هذا الكتاب بالاشتراك مع محمد سالم الطراوني والدكتور سليمان داود الطراوني وخليل عبد العزيز الكركي. وطبعا الجدير بالذكر أن مدرسة السلط هي أول مدرسة أردنية، هي أول مدرسة أنشئت في الأردن، هي مدرسة السلط، لذلك يعني لها إجلال خاص من قبل كل الأردنيين، وهي يعني التي خرجت أكبر وأعظم الأفواج وأعظم حملة الشهادات في تاريخ الأردن. طبعا هذا الكتاب الجزء الأول يقع منه، يقع في تقريبا 330 صفحة. نصل هنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة، ونكون قدرنا نغطي جزء كبير من مؤلفات الوالد عليه رحمة الله. طبعا هي مؤلفات كبيرة جدا، وأكيد يعني هذه الحلقة يعني ربما استعرضنا 60 أو 70% من مؤلفاته، وفي كثير مؤلفات يعني ما قدرنا نحصل على نسخ منها مثل ما حكيت في البداية. وإن شاء الله نسأل الله أن تكون هذه المؤلفات وغيرها من الكتابات يلي قدمها في حياته هي علم ينتفع به وصدقة جارية عند رب العالمين يوم القيامة.